ابتلي الإنسان ببلاء وكان يدعو ربه أثناء ذلك ويبكي، هل يكون ذلك من الجزع وعدم الصبر؟ ليس هذا من الجزع، البكاء هذا لا يستطيع الإنسان منعه، بل هو رقة في القلب، وربما يكون من الخشوع حالة الدعاء، وإنما يمنع فيه من هذا الجزع والتسخط ورفع الصوت من الجزع والتسخط، هذا هو الممنوع.